سامحني اختي، عندك امين تتزنف في قوي مناعه. صف عيشك. صف 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 سامحني. اما سير عندك امين تتزنف. لك ما هو اللي قوي المناعه وفيه الفيتامينات. هيا بي امين تتزنف اختي، ريتو هذا يقوي المناعه اللخ، فيه زنك كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي. صفا امين تتزنف نشاط وحيويه. إيمينيتي 19. إيمينيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي. وردة سرها المحبة. كام تقول هيك قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحت ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حرة. كيسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة يدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتو، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا لزر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار لزهر يخاف من مرته ومش نورمال. تيوينو الخبز قتلك سلق مش معدنوس، صابو نخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خديتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعه فيه. مع سمارت شيف مسهلها البنة. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالا وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. صباح
صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من ماتينال. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على الفرد صابر شانس تصير لهم مشكلة في شعرهم ما يعرفوش شنو هو السبب، كيف باش نحكيو على الغلوكينغ في الكوجينة بأقل الأسوام والتعب، هذاك شنو يطلب التونسي. دونك خليكم معنا ما تبدلوش القناة ونقولوا بونجور صفصوف. بونجور يا فاطمة، إن شاء الله نهارك زين، نصبح عليك، نصبح على الشيف ونصبح عليكم انتم بتبيعوا في برنامج الماتينال وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم زين وعين وكله طاقه ايجابيه وصحه وبرشا محبه. وسلمنا بعديك شويه في برشا بكو دو روبريك معنا يا فاطمه مختلفين، مش نحكيو طب، مش نحكيو برشا حاجات، نحكيو ديكور. دونك سلمنا نتناولوهم تباعا. بيان سور اهم فقره حاضره معنا اليوم اللي بلتو غايبه معنا اليوم اللي هو فقره سي ايوب اللي مش بعدنا اليوم لظروف مهنيه، ربي يعينه ان شاء الله. دونك صحه لي ايوب، تجيب لنا بعد شويه شوكولاته. دونك ايوب نحيوك من بلاتو الماتينال. صباح الخير فتحيه. صباح النور، نهاركم زين الناس الكل، ان شاء الله يرجع لنا ايوب بعد الغياب نتاعو. انا اليوم عندي اطباق باش نعوضوا في المالح وباش نعمل الحلو كي العاده كيما سنستكم. الوغ اليوم معنا شاركوتري وقصاب، يقولوا قصابه ومنها بيانتو ان شاء الله تريتور، اللي هي بوشري الكنفاوي، تعمل حاجات مزيانة. أنا اليوم باش نطيب لكم بيهم بخلاف الحم في القلة والروتي والمرقاز اللي عندي اليوم، باش نوريكم كيفاش باش نخدم به. باش نعمل أدويدة زعرة باش تكون للحم في القلة، هذا اللي باش نخدمه أدويدة بالفاكية. مع هذايا باش نعمل غاتاتوي غوفيزيتي اللي هي شكشوكه بالقرع والسفناريه والفلفل والطماطم سيكام. مع هذا باش نعمل زاده عندي باش صوص طومات بالطبيعه للغوتي اللي باش نخدمه، وباش نعملكم بسكوي من نوع جديد اللي هو بالكاكاويه كالعاده، وفيه حليب كونسنتري الحليب ميلادا، وفيه البات دو كاكاويت ترافولا. الوغ ما تبعدوش علينا، اقعدوا معنا ونرجعوا خطوه خطوه مع اللي باش نطيب. مشكورة شيف فتحية. دونك نستناو لي غوسيت هذوما الكل بيان سور معنا في برنامج الماتينال. ما قبل ما نتعداو بحث لي سبورتيف دو بيبي جيم، هات نحكيو مرة أخرى على ماركة التونسية اللي هي غافولا، الماركة اللي قاعدة تنتج في برودوي ياسر بنين اللي هو زبدة الكاكاوية اللي نلقاوها ناتور، نلقاوها بالدقلة، نلقاوها بالكراميل، ونلقاوها بالفاني. دونك حاجة بنينة برشا، ندخلوها في طاولتنا في فطور الصباح وكيف كيف في الكوتي ديما العشية، خاصة للصغيرات اللي ما يحبوش ياكلوا العظم والحمر. نعرفوا صغار ما يحبوش ياكلوا البار تاعهم، كي تعطيهم ساندويتش بالزبده الكاكاويه بقدره ربي يهز بعض الشيء. دونك زبده الكاكاويه اللي هي غافولا نلقاو فيها دهون صحيه، نلقاو فيها البروتيين الفيغ الكالسيوم الفيتامين او والبي 6، ونلقاو البوتاسيوم والمغنيسيوم، زيد اللي هي حاجه بنينه برشا وراه ما فيهاش برشا سكر. معناها للناس اللي تقول لك بالكش انا مريض بالسكر ولا حاجه، لا راهي بالحق تحسها السكرها قد ما فماش حتى بالنسبه لجماعه الريجيم يا فاطمه. أي هي صحيح. على الاخر دونك هكا كما قلت لكم صافي، حتى اللي يعمل ريجيم ولا يعمل سبور ننصحوه انه هو ياخذ من زبده الكاكاويه غافولا، ونشجعوا المنتوج التونسي والاسعار خاصه اللي هي اسعار في المتناول. نعرفوا زبده الكاكاويه اللي نجيبوها من برا غاليه شويه في لي غران سيرفاس، اما الزبده هذه ياسر بنينه واسعارها باهيه برشا. دونك وقيتها نشوفوا سبورتيف دو بيبي جيم ايش نوع محضرين. السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل، معكم كوتش ايوب بركاوي من بيبي جيم. ان شاء الله تكونوا في فورما ايون بون سونتي. دونك اليوم اون فا ترافاي كيلكو اكزيرسيس بور رانفورسي لو دي كور تيلكو لا بواترين اي لي زابدو. دونك سي تري امبورطون باش تتبعوني، باش نخدمو كيلكو فاريونت دو بومب من الاول ومن بعد نعملو كيلكو فاريونت فور لي زابدو. اوكي، دونك بعد ليشوفمون والموبيليزاسيون ارتيكولير كل واحد كيفاش بوندون 2 مينوت 3 او بيان حتى 5 مينوت نبداو لي زيكزارسيس نتاعنا. دونك اول اكزارسيس اللي هو بومب نورمال سور لي بوين دي بي، ايكارتي لي برا بلو لارج كو لي ايبود، نهبط البواترين جوسكو نيفو دي كوت ونطلع. اوكي، بومب نورمال سامبل بور اكسيتي اي اكسبلوزي لا بواترين. دونك سور لي بوين دي بي او بيان سور لي جينو، سي ا فو دو شوازير، كل واحد او نيفو نتاعو. اوكي، دونك نجم تخدم 8 10 او بيان 12 ريبيتيون، نجم تعمل 3 سيري او بيان 4 سيري. اوكي، هذا الاكزرسيس نيميرو 1. نيميرو 2
نسكر يدي لي دو مان سو لي زيبول لي كود نتاعي نسكرهم اي لي كود فير لي كوت هبط بوترين جوسكو نيفو دي كود اي لي كود فير لي كوت سا سي بور ترافاي لا بوترين اي اوسي بور اكسبلوزي لو تريسيبس سا مي اوبون تريسيبس اوكي سي سا كل عاده سور لي جينو بور لي ديبيتون دونك ريغاردي ليكزيرسيس نجيكم فاز على جنب بور Regardez les coudes, ok? Les coudes serrés pour exciter et exploser le triceps, ok? Donc, deuxième terme 8, 9, ou bien 8, 10 ou bien 12 répétitions. Troisième variante, pompe serrée ou bien diamant pompe. Yedi la sakal barba. Les coudes dirigés vers l'extérieur. On lève les pompes en terre, ok? C'est ça. Regardez les coudes mouchent vers les côtes. Mais vers l'extérieur. C'est ça. OK? Donc, on inspire vers le bas et on expire toujours au moment de l'effort. خرج الهواء ديما au moment de l'effort. وقت اللي نطلع. OK? كالعادة, 9 répétitions. تختار 8, 10 ou bien 12. 3 séries. نتعداو 4ème variante. اللي هي pompe épaule. Donc, je نخدمو partie supérieure de la poitrine et le deltoïde antérieur. Qui fais-je? Fais le pompe épaule. Les deux mains en avant et les épaules en arrière. OK? On lève d'un pompe interne. Regardez. Les coudes ils courent au niveau de l'épaule. C'est ça. Et les deux mains en avant. Ça, c'est pour travailler la poitrine et les épaules en même temps. Je monte bien sûr, j'ai comme un agenda tout à l'heure l'exercice. Je monte sur les genoux. Les deux mains en avant, les épaules un peu en arrière. On lève d'un les pompes interne. Les deux bras, bien sûr. Plus large que les épaules ou bien sur les pointes des pieds. Les coudes toujours latéralement. C'est ça. 8, 10 ou bien 12 répétitions. Bad le tadeo, mais les abdos. Donc, l'abdos d'exercice simple destiné à l'inès alcool, mais je peux ça à balikum. Donc, je lève mon crunch normal, les deux bras tendus, lever les épaules. Donc, نعرفوا الناس الكل 8 10 او بيان 12 ابري حط يدي نيفو لي زوري وباش نعمل كرانش كروازي بور سوليسيتي لي زوبليغ اوسي اوكي دونك كود droite vers genou gauche et vice versa coude toujours vers genou opposé vous pouvez travailler option option avec flexion de jambe c'est ça OK? Donc parmi les exercices bénéfiques pour sculpter les abdos et surtout les obliques. OK? Après, on va travailler les muscles profonds. Bin muscle et les deux sangles de l'abdomen. Donc ça crédit. On est là de les épaules c'est tout et les deux bras entre les cuisses. C'est ça. Kif kif. 8 10 ou bien 12 répétitions, juste décollage des épaules, c'est tout. Parmi 3 séries, ça perd 30 secondes et après, on va solliciter partie inférieure de l'abdominaux à travers les bridges, élévation des jambes, les deux jambes tendues, avec extension des orteils. On amène quelle les répétitions, les hachibions, 3 séries. Si vous voulez, pour les débutants, les jambes fléchies, angle 90 degrés, cuisse mollet, on va mettre le sol du point des pieds. OK? Directement en train de position du chat, poitrine avec hyperextension des bras. Respirez. Bien. Non, pas très bien. Un peu loin, mais presque l'étirement pour les abdos. Maintenant, les fesses sur les talons et dos plat. Et les bras tendus. C'est ça. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vous remercie de faire des choses. Nous allons faire au fur et à mesure qui m'a voici comme qui m'a fait col hasa. Nous allons donc, à tous comme ça, on est seuls. Quelqu'un comme coach Ayoub et à la prochaine. Kilam.
نشوفوا تويكا اسبوت الخاصه باميونيتي 19 المكمل الغذائي هذا اللي قوي المناعه نتاعنا. دونك ناخذوا منه حربوشه في النهار لمده 3 اشهر اذا كان نحبوا نعملوا كور نتاع مناعه، والا اذا كان لا قدر الله مرضنا ولا حاجه ناخذوا منه 3 مرات في النهار لمده 10 ايام فقط. دونك نعاود نذكر المراه الحبله، المراه اللي ترضع الصغيره اللي اقل من 12 سنه ممنوع ياخذوا من اميونيتي 19. نشوفوا سبوت. سامحني اختي، عندك اميونيتي 19 قوي المناعه؟ صف عيشك. صف 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 سامحني. اما سير عندك اميونيتي 19 لك ما هو اللي قوي المناعه وفيه فيتامينات. هيا بي اميونيتي 19 اختي ريتو، هذا يقوي المناعه الاخ، فيه زنك كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي. صفا اميونيتي 19 نشاط وحيويه. إيميونيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي. أكثر معلومات على إيميونيتي 19 تطلبوا 74-441-999. احنا تويكا بحثنا الدكتورة اسمها هنا السويسي اللي هي أستاذة مبرزة في الأمراض الجلدية بكلية الطب بتونس. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، مرحبا لك. يعيشك، شكرا على الاستضافة ومرحبا بجميع المشاهدين. يعيشك بارك الله فيك. دونك اليوم باش نحكيو على الفرصة، باش تعطينا عليها أكثر معلومات بيان سور، أما قبل كان تسمح نرجو بحدا شفة حياة. مرحبا بكم فاطمة، أنا هنية كما تشوفوا، عندي قلة فيها اللحم في القلة هذية معروف ياسر، يعملوه في الأفراح، يعملوه في المناسبات كبار ولا صغار. اختصاص الشاركوتري هذية الحنوت متاع الجزار هذا هي كونه يحضر حاجات حاضرة باش كما تشوفوا فيهم الغوتي، وإلا عنده القديد، العصبان، المرقاز، معناها دي بروشيت، عنده فريمون فاريتي كبيرة ياسر من المنتوجات هذية اللي نخدموا فيها. أنا اليوم حبيت نوريكم اللحم في القلة، لكن أنا هما في العادة اللحم في القلة يسكروه من برا بالعجين. أنا عندي تكنيك نخدم بها باش يطيب بالقداء وفي ساعة. عندي ساشي كويسون، نسكر على القلة متاعي في الساك كويسون، تتسكر جملة تطيب بالبخار متاعها، ما عادش لنمسها لحتى شيء، جوست نربط عليها بالقداء بالقداء ونحطها في كوشة سخونة، خاطر في العادة الحاجات هذوما يطيبوا في كوش عربي. مع هذا بحذها عندي الغوتي هذايا، نحيلو الغلة اللي فيه ونحطو في الساك كويسون، نجم نفوحو ديريكتومون في الساشي متاعي. فما معناها برشا أنواع من السيكان تنجمو تشوفو فين يتباعو، وهنايا نجي نحط شوية كركم وشوية فلفل أكحل، ومن بعد نسكر عليه بلاش حتى شيء يطيب أليتوفين نقولو، يتسكر عليه هذا، نحط شوية زيت نجمة ديو بلوس. الزيت يعطي يخلي اللحم يترخرخ، وهو ديجا الغوتي فيه في الدير وبالشوية حاطين له الرداء العلوش، هو اللي يعطيه زادة ترخريخة بنينة، معناها الخدمة خادمينها على سيبة. هنايا نلفه مليح ونسكر عليه ونحطه نعديه للكوشة. انتخطان أنا باش مع شنو باش يتاكلوا هالحومات هذوما الكل، نعرفوا اللي نحبوا ماذا بينا حاجة بنينة في الحاجات مع الماكلة مع اللحم. عندي ادويدة وردة هي اللي باش تكون الطبق المرافق لل معناها للحم تاعي. هنايا ادويدة وردة تشوفوا فيها كيفاش الخشن نتاعها فريمون تقول شعر مزيانة برشا وما تلصقش. أنا ديما عندي خاصية في الحاجات هذوما، ديما نحب نفوح العجينة متاعي تعطي نكهة وتعطي مطعم بنين. نحط لها شوية كركم، شوية ملح، ونحط لها شوية زيت ديو بلوس، ونعديها للبخار باش تفور. طيبت لها أنا ديجا مرقة متاع الدجاج، وإلا اللي يحب يطيب مرقة متاع الحم ياخذ شوية عظام يفوحهم، يعمل أن فون بلون اللي نسميه فون بلون، اللي هي مرقة بالعظام، نحطوا فيها كعبة سفنارية، كعبة بصل، ورقة رند، عود سفنارية، عود كلافس، وورقات معدنوس، ونحطوهم يغليو. وقت لي كل العظام يسيبوا القوة متاعهم وقتها ديجا نصفيوهم ونمرقوا بهم الدويدة اللي نكملوها مع بعضنا شوية أخرى. مشكورة شيف فتحية. لغة احنا باش نرجعوا نحكيوا مع الدكتورة اسمها هنا السويسي اللي هي أستاذة مبرزة قلتها في الأمراض الجلدية بكلية الطب بتونس. دونك دكتورة هنا كي نحكيوا الفرصة علميا شنو نقصدوا هنا بالفرصة؟
الفرصة نسميها بالدرجة الفرصة باللغة العربية صعفة الرأس وبالفرنسية لتين، هي إصابة الشعرة بنوع من الفطريات، نوع من الشامبينيون اللي يمس الشعرة ويعطي الأعراض اللي باش نحكيو عليها بعد شوية. هو مرض غير خطير ولكنه مرض معدي جدا. كنقولوا احنا فرصة، هل هي نقولوا احنا الفرصة العادية، كنقولوا احنا انسان حاجة إيريديتير، حاجة وراثية، وإلا لازم كما انت حكيت اللي تنجم تكون فطريات هي تكون السبب؟ لا، هي اسمها فرصة لكن ما هيش الصلع بالضبط اللي هو وراثة. لا، الفرصة هو مرض ناتج عن إصابة الشعرة بالفطريات بطريقة خاصة معناها. وشنو تكون معناتها الأسباب نقولوا احنا انه تخلي يعني معناتها الفطريات هذه تكون في شعرنا باش تصير لنا الفرصة؟ هي عدوى تم يا اما من الإنسان إلى الإنسان وإلا من الحيوان إلى الإنسان. دونك عدوى تتعدى الفطريات، تتعدى بالطريقة هذه اللي احنا نقولوا لها بالتونسي اللحسة هذيك اللي تصير. لا، اللحسة هي ما يسمى بالثعلبة وإلا بلاد، مرض آخر مختلف تماما لأنه ماهوش انفكسيون كما الفرصة، ولكن ناتج عن مناعة ذاتية اللي الشعرة تولي خلايا من الجسم يوقفوا الشعرة عن النمو، حاجة خاصة بالمناعة الذاتية ما عندها حتى علاقة بالفطريات، وحتى من ناحية الأعراض هي مختلفة. دكتورة اللي هناك مثلا نخليو الأسباب بعد شوية، نحكيو أعراض باش نفهموا إنه هي مثلا الفرق بينها وبين ممكن الحاجات الأخرين كما حكينا اللحسة وغيره. بالنسبة للأعراض هو ما فماش نوع واحد من الفرصة، فما عديد الأنواع. النوع اللي نشوفوه أكثر هما لتاني توندونت اللي هما كما تشوفوا في الصور باش تظهر بقع وإلا عديد البقايا. البقع هذه باش يكون فيها شعرة مكسرة وإلا منحية طايحة، ونلاحظوا وجود القشرة. القشرة هذه تبدأ بيضة ساعات رمادية جويدة كي الغبرة، والمريض ينجم يحس ساعات بشوية حكة تحرق شوية، لكن ما يكونش فما التهاب، ما يكونش فما احمرار ولا انتفاخ. النوعية الثانية من الفرصة نشوفوها في الصورة الثانية وتشوفوا اللي يتكون تورم نسميهم لتاني انفلاماتوار، نشوفوهم اقل برشا من الفرصه اللي وريتها لكم بكري. تشوفوا فما احمرار، فما التهاب حاد، ينجم يكون يخرج قيح الى اخره، يشبه للورم كي نظروا هكا، وهو في الحقيقه ما هو الا اصابه الشعره بالفطريات. نفس الصوره هذه نجموا نشوفوها في اللحيه عند الراجل بالضبط. نسميه هذا سيكوزيس، لانه لازم نعرفوا اللي الفرصه ما تمسش كان شعر الراس في الحقيقه، تنجم تمس الحاجب كما باش تشوفوا توا في الصورة هوني وإلا الشفرة. دونك هذا في حالات نادرة، في غالب الحالات باش نشوفوها الأكثر في الرأس. فما ملاحظة مهمة ياسر اللي الفرصة تتشاف خاصة عند صغيرات في عمر التمدرس ما بين الأربعة ولا 12 سنة، تتشاف في الروضة، تتعدى ديوغ العدوى تتم في الروضة في المدرسة إلى آخره، وتتشاف زيدة أما بصفة أقل برشا عند الكهول، خاصة كي يبدأ فما نقص في المناعة، يا إما أمراض نقص في المناعة وإلا مرضى يكونوا ياخذوا في الدواء الكيميائي الشيميوثيرابي وإلا ياخذوا في الكورتيكويد لمدة طويلة بطريقة منتظمة إلى آخره. لكن بصفة عامة 80% من الحالات تتشاف عند الصغير اللي يكون عمره أقل من 10 سنوات. وعليش يقول القائل دكتورة؟ علاش هذا سؤال مهم؟ على خاطر في الحقيقة الكهول وابتداء من المراهقة فما السيبوم اللي هو الغلاف الدهني للجلدة، هو اللي في الحقيقة عنده أثر كبير، أي عنده أثر وعنده إمكانية أنه يحمي الجلدة من دخول الفطريات هذه للشعرة. وبما انه هالدهنيات هذوما السيبوم يتكون مع المراهقة فانه يحمي الكهول. والسيبوم هذايا من مزاياه انه عنده اكتيفيتي فونجيوستاتيك، هو في حد ذاته مضاد للفطريات. هذاك كيفاش يحمي العباد الكبار الوغ الصغار يكونوا اكثر عرضة للفرصة. فما بعض المهن زاد تو كي نحكيو احنا على صغيرات اللي يجيهم الفرصة، ساعات يقول لك على خاطر فما صغيرات مثلا والديهم
يربيوا في حيوانات كما لقطاتس ولا حشاك الكلاب ولا غيره. دونك كصغير يعدي صحابه في المكتب وكل شيء. وفما زاد بعض المهن مثلا الاساتذه ولا المعلمين اللي يستعملوا برشا تباشير طويقه ما عادش برشا تباشير ما زاد يقلقهم في جلده معناتها شعر ايديهم وفي معناتها هل هو صحيح الكلام هذا والا فقط كلام نحكيوا فيه عن بعضنا التوانسه. هذا يهزنا للسؤال المهم ياسر، كيفاش تصير العدوى؟ العدوى تصير بطرق مختلفه حسب نوعيه الفطريات. فهناك فطريات تعيش فقط عند الانسان ولذلك هي باش تنتقل من الانسان الى الانسان، اما بطريقه مباشره بالالتصاق بالاحتكاك والا بطريقه غير مباشره كي نستعملوا نفس البغوص كي نلبسوا نفس الكاسكيت كي نلبسوا نفس الشابو. دونك باش العدوى تتنقل بالطريقه هذه. الطريقه الثانيه واللي هي تخص فطريات من نوع اخر هما الفطريات اللي يعيشوا عند الحيوان وبطريقه عرضيه دو فاسون اكسيدونتيل يتنقلوا للانسان. هذه العدوى تصير يا اما بالاحتكاك والالتصاق بصفه مباشره والا تصير بطريقه غير مباشره وقت اللي نلمسوا والا نهزوا معنا اكل الفطريات هذوكم اللي الحيوان خليهم في مكان معين. واكثر حيوان يعطي العدوى هذه هو القط. واحنا في تونس نربيو برشا القطاطس ونحبوا القطاطس ولذلك انا موجودين بارتو ديجا. اي ونحب نشير الحاجه مهمه ياسر اللي القط شنو باش يصير له هو كيما تشوفوا في الصور باش الشعر يطيح باش يوليو بقايع دونك فارغين من الشعر. لازمنا نعرفوا اللي هذا مرض معدي واللي الحيوانات هذوما القطط هذوما ينجموا يعديوا. هذاك علاش يلزم نهزوه القط للطبيب البيطري ونداويوه وكذلك نفحصوا نشوفوا الاطفال اللي في علاقه بالحيوان وين هذيا هل انهم عندهم بقايع فارغين ولا قشره الى اخره. والمداوات السريعه مهمه ياسر مش كان القط. فما زاد الحصان نعرف اللي عنده البلايص هذيك تصير مش كان القط، الكلب كذلك بصفه اقل، الارانب، الحصان. صحيح كلامك. الماشيه كما الابقار ينجموا زاد ينقلونا نوعيه من الفطريات. بالنسبه للمعلمين والتباشير لا ما فماش علاقه، ما فماش لا ما فماش الحساسيه هذيك نجم تكون حساسيه من التباشير لكن ماهوش تعطي نفس الحموريه هذيك ولا ما طيحش الشعر. اي لا لا باهي للتوضيح طبعا. اي ما فيش دكتوره اللي قبل ما نتعدوا للصفاء توا يقول القائل اذا كان هي من لمس تعمل المشاكل هذه كل في الشعر معناها لا قدر الله اذا كان هي تعدت في الظوافر سوا ديزون وصغار ياكلوا هل فما اضرار داخليه تنجم تصير والا حدها الغادي الفطريات؟ لا لا الفطريات الفرطه هي انفكسيون باش تصير للشعره فقط جلديه. اي فما نوعيه من الفطريات اللي تنجم تتنقل للاظافر وكل لكن كي نحكيو على الفرطه هي تصير للصغيرات وباش تمسهم في الشعر. صف صوفه دكتوره هنا حكيت انت على الاسباب حكيت على الاعراض لهنا ماذا بينا نخلطوا العلاج اموال العبيد ننزل لهم شويه المورال. اسكو هنا كيف نعملوا تريتمون؟ هل هو التريتمون هذا باش يوقف انتشار العدوى من بلاصه لبلاصه او فما امكانيه انه يرجع الشعر لهنا؟ فما برشا عبيد نجم تتقلق تقول لك اوكا ويجم مثلا انت قلت تقص الشعر كاريمون لا يعني بلاصه فارغه هل هنا الشعر تعاود تنبت ولا؟ تسمحوا لي نحكي شويه على التشخيص قبل قبل ما نتعديوا العلاج لكن باش نوصلوا. بالنسبه للتشخيص هو المريض كيف يتوجه للطبيب المختص اول حاجه نخموا فيها قدام بقايا خالي منهم الشعر وشعر مكسره وفيها قشره خاصه وجود القشره لانه لو كان نقارنوا بالثعلبه واحنا بكري حكينا على الثعلبه فالثعلبه ما فماش قشره. الثعلبه الجلده تكون على بيئه صدفيه زاد لا فيها حميره لا فيها حتى شيء. الصدفيه زاد نجموا نخموا فيها لكن في غالب الاحيان الصدفيه ما تخليش الشعره تتقص وتطيح باش يكون فما قشره باش يكون فما بقعه لكن في غالب الاحيان الشعره باش تكون موجوده. ولذلك احنا قدام صور كي من هكا اول حاجه باش نخموا فيها هي الفرطه باش نوجهوا المريض الى المخبر. غاديك باش يتم رفع عينه، العينه هذه ماهيش عينه للجلده، عينه للشعر والقشره وباش نشوفوا بالمجهر وفي الفحص المجهري باش نجموا نشوفوا الفطريات وهكاك نكونوا متاكدين اللي المريض عنده فرطة. ويتم العلاج مباشرة بعد الفحص هذا لأنه في الحقيقة العينة هذيك زادا نجموا نزرعوها
والزرع بعد أسابيع ينجم يظهر لنا بالضبط نوعية الفطريات المسؤولة، هل هي عدوى من الحيوان وإلا عدوى من الإنسان. نرجع توا للعلاج، دونك العلاج يجب يكون سريع بعد ما يصير الفحص المخبري، نبدأ العلاج متاعنا، والعلاج راهو مبني على زوز ركائز. الركيزة الأولى هي الدواء اللي باش نعطيوه شربي، دونك الدواء اللي هو مضاد للفطريات وباش تشرب لمدة طويلة 6 إلى 8 أسابيع. والركيزة الثانية هو الدواء الموضعي لو تريتمون لوكال اللي هو مهم ياسر، فيه استعمال شامبوان مضاد للفطريات زادة مرتين في الأسبوع، فيه استعمال محلول لوسيون وإلا كريم مرتين في اليوم زادة لمدة طويلة، دون ان ننساو ما لازمناش ننساو ان نعملوا زيد بودر غبره مضاده للفطريات والا محلول باش يتحط في لي كاسكيت، باش يتحط في لي بروس، باش يتحط في لي شابو باش نوقفوا العدوى. بطبيعه الحال كي تبدا الفيروس يغسلهم الحاجات اي فما حاجات هو مثلا المناشف والا الاغطيه نتاع المخادد ولا حاجه باش يتغسلوا في درجه حراره فوق 60 درجه، وحتى الرش زيد بالبودر ولا المحلول مهم. دون ان ما يلزمناش زاده ننساو نداويو الحيوان بطبيعه الحال اللي هو مسؤول على العدوى، نهزوه للبيطري وتم مداواته. وانا علاش حطيت توا الصور هذيا باش نجيب على السؤال نتاع صفي، على خاطر في الحقيقه الوالدين وحتى المرضى في غالب الاحيان يجوا في حاله هلع، راهو يخافوا على صغيراتهم، يتسالوا نفس الاسئله اللي انت سالتهم، الشعره باش تطلع على ولا باش ترجع الامور كما كانت ولا. والحقيقه اللي الدواء فعال، والدواء هاكم تشوفوا البنيه هذيا اللي تشوفوها قبل الدواء وبعد العلاج كيفاش الشعر الكل رجع الى اخره. فما المراه المسنه زاد اللي حبيت نعطيكم مثال اخر، منعش كان الصور اي تشوفوا هوني قبل وبعد العلاج كيفاش نتمكنوا من ان الشعر يطلع، القشره تتنحى والمريض معناها يكون يرجع. ولذلك احنا ديما نهديوهم الوالدين والوليدات الصغار، خاطر ما تنساوش هما في روضه ولا في مكتب والعبيد الكل معناها يخاف الى اخره، ولذلك نهديوهم ونعطيو تريتمون صحيح. هو دواء لمده 6 الى 8 اسابيع، يلزموا مواظبه، يلزموا يتاخذ بالطريقه الصحيحه، نفسروا لهم، نعطيوهم كل لي ديتاي كل. مثلا الصغيرات ما ينجموش يبلعوا الحرابش في سن 4-5 سنين، لازم الحربوشه تتكسر وتاخذ مع حاجه مع ماكله غراس مزيته لانها تتعدى خير الى اخره، وفي النتيجه في الاخير يعني النتيجه تكون باهيه. فما نوع بركه من الفرصه ما حكيتش عليه لانه بريسك ما عادش موجود في تونس، اللي هو اذا كان ما يداويش للاسف في النهايه ينجم يعطي انه الشعر ما عادش يطلع. ثم الثاني فافيك اللي توصل للندبه، يعني التساقط شعر ندبي ما يطلعش الشعر، ولكن هذا ما عادش نشوفوه. مشكوره دكتوره اسمهن السويسي، استاذه مبارزه في الامراض الجلديه بكليه الطب بتونس. نشوفوا تويكا سبوت الخاصه بشركه سيير اللي توفر لكم كل معناتها الماتريال اللي حاجتكم به في الكوجينه نتاعكم، سواء كوجينه بروفيسيونيل ولا حتى كوجينتك في الدار، اسوام ياسر ممتازه. دونك نشوفوا سبوت ومن بعد نرجعوا بحث شفت حياه. سير مؤسسة سيا مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمطابخ وللمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول. سير تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معكم خبراته في رسم البلان ديميناجمون بتاعكم، كما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمة. المغرومين زادة وفرت لكم اللي تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمة في دياركم. باش تتعرفوا على جودة خدماتنا زوروا شوروم تاعنا في المنزه واحد ولا في الحمامات، وتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سياق أو عبر الهاتف 72 317 616. صياغ اللي هي موجودة في الحمامات وموجودة في المنزه واحد وعندها حتى ماتريال، معناها مش لازم تكون عندك باتيسري ولا باش تعمل مشروع، حتى اللي الدار حاجته بحاجات باش تعاونوا على معناها على الركضان على التخليط على برشا على الزينة تعاونكم برشا، راهو ماتريال مزيان ياسر. وأنا فغيمون
من الحاجات اللي تغرمت به ونمشي له بذمة الحاجات اللي يعاونوني على الخدمة البسيطة. ألوغ هنايا عندي زيت ديو بلوس نجمة، نحط شوية زيت، وعندي هالمرقاز هذايا الخاصية متاعو كونه مفوح بالقدي دابوغ الفاح متاعو فاوح وبنين، وفيه الفاكهة فيه فستق وفما بزوزة. ألوغ انتوما متأكدة اللي باش يعجبكم إذا كان تجربوا طيبوا منه. أنا ديجا قبل ما نخدم حاجة تعرفوني ديما نذوقها، أنا طيبت ديجا قبل ما دوباجيني المرقاز والحم هذا كله جربته ذقته، نكهة بنينة ياسر. أنا حطيت الزوزة نوع اللي عندي، حطيتهم يمشيوا في شوية زيت، يتبوا في شوية زيت، نحط عليهم البصل المقصوص باش نعمل الغاتاتوي متاعي اللي هي شكشوكه غوفيزيتي. هو الغاتاتوي في العاده تجي بالبيتنجيله، لكن انا كم هي السيزون توا نتاع السفناريه حبيت نعملها بالقرع والسفناريه. راهو الشكشوكه تجيب كل شيء، احنا في تونس ديما نعملوا لها خاصيه الشكشوكه، لكن هي تجيب باللي نحبوا احنا، ماهيش باش تقوم تتشرط. هوني عندي حطيت السفناريه مقصوصه كعبات صغار، وهنايا عندي الفلفل احمر واخضر باش تجي اللون مزيان، عندي قرع اخضر. القرع الاخضر الخاصيه نتاعو يعطي الجو، يعطي الماء، كي يسيب الماء ما نستحقش نحط ماء مع الشكشوكه نتاعي. نجي هوني عندي شويه ثوم، ما نحطش ياسر ثوم خاطر ديجا المرقاز مفوح، نحط دوبلاش شويه، نحط شويه ملح باش تتفوح باش الخضره نتاعي تطيب في ملحها، ونحط شويه فلفل اكحل، ونخلط هذوما الكل، نغطيهم باش يتيبوا سله سله، معناها يبداو ماشيين على نار هاديه، نقولوا نخليوها الميجوت. الميجوت معناها تمشي نار سله سله وهي تطيب واحده واحده. انا هوني شفتوا كيفاش المرقه نتاعي نتاع العظام حطيت عليها الدويده، شربت دويدتها الكل بعد لفور. تشوفوا دويدة وردة حتى كي نرميوها رميان راهو بعد التفوير متاعها ما تشدش وما تعجنش وما يصير لها حتى شيء. تو نطفي لها ونخليها تمشي دبة دبة تشرب الماء متاعها. بعد هذا أنا باش نخلط البسكوي متاعي اللي هو فيه 100 جرام زبدة، يلزم تكون زبدة طرية، نحط عليها 50 جرام سكر محور كما تشوفوا هنايا. عندي خلطتين باش نعملهم كيف بعضهم، الديفرنس اللي بيناتهم الحاجه الوحيده اللي في بين معناها تفرقهم زوز، هذه فيها زوز باكوات سكر فاني سمارت شيف، وفيها كعبه عظم وشويه ملح، ونلمها بالفرينه سبيسيال جاتو ورده. والعجنه الثانيه خاطر هما عجينتين كيف كيف، لكن الفرق بيناتهم كوني باش نقص 50 جرام فرينة نعوضها ب 50 جرام كاكاو، معناها باش تجيني خلطة صفراء وخلطة بالكاكاو. اللي نتاع الكاكاو باش نحط فيها باكو بركة سكر فاني سمارت شيف، وهذه نحب سكر السكر فاني يبدا ناطق، هذاك علاش حطيت زوز باكويت. انا هذوما نخلطهم مع بعضهم وبعد نرجعوا مع بعضنا نشوفوا شنو باش نعملوا بهم. مشكورة شيف فتحية لوغ طويكة، بما أنه شيف فتحية كانت توصف لكم وتعد لكم في الخصال متاع المنتوجات متاع القصاب اللي هو الكنفاوي. دونك بحذنا مول المول اللي هو سي مهدي جلجلي الكنفاوي. صباح الخير سيدي. صباح الخير. شو أحوالك؟ يرحم يديك الحمد لله. يعطيكم الصحة على البرودوي اللي تعملوا فيه. يعيشك يعطيكم الصحة، شكرا على الاستضافة. يعيشك. يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو. بارك الله فيك. دونك نحكيو على البروجي نتاعك سي مهدي. فوالا دونك جو مي بريزونت، أنا نقدم روحي جلجلي مهدي شهير كان فيوي. دونك عندنا مجزره دونك اللي توم توا اكثر حكايتها اكثر من 200 سنه. تبارك الله. اي معناتها لسه معناتها متداول. اجيال ورا اجيال. اجيال سي سا. لا اله الا محمد رسول الله. دونك انا جو في با بارتي معناتها بالدومين نتاع جزاره. معناتها سويت على مالادي دو مون بير معناتها جيتي اوبليجي باش معناتها نكوني نشدها سينون باش نسكروا معناتها يتيح الاسم مره واحده. متابع اكثر دومين سونتي انا. مرحبا. فوالا دونك وليت شديت حانوتنا وما قعدتش معناتها نتاع النوسيون اللي باش كوني باش نخدم معناتها بوشي تراديسيونيل معناتها ولا هي كوني بوشري تراديسيونيل، حبيت نطور اكثر معناتها البروجي.
voilà, tout en intégrant معناتها les produits que ce soit معناتها les brochettes, معناتها القديت بنواعه que ce soit علوش عصب شايح مرقد شايح نعمل لي روتي دفو روتي دانيو معناتها ديما ريفيزيتي تشرط برشا باللحمه نتاع القلة فهمتني الحم مانيو علوش بقري اللي يحب سي او شوا ابري كيف كيف هي لا روسيت اون elle-même معناتها جلي ريفيزيتي نعمل لي فيرين زيد دي بوفي بور مارياج فهمتني و برودو تربي معناتها توا جو ترافاي معناتها باش نولي نخدم على ليشيل ناسيونال اي انترناسيونال معناتها نحب نوصل معناتها معناتها لي كوموند منتوجات سي سا فوالا يقول القائل شنو اللي يميز المنتوجات نتاع الكفناوي معناتها الكنفاوي دونك هل انتم موجودين في تونس الكل والا قاعدين عندكم حاجه برك؟ با دو تو حاليا موجودين كان معناتها في المقر نتاعنا اللي هو ماتر مدينه ماتر فوالا اللي هي بلاد العلوش معروفه فوالا بلاد الفلاحه ان شاء الله اون يترافاي باش نحلوا فروع اخرى ان شاء الله بقدره المولى. شنو اللي يميز لي برودوي نتاعكم؟ هل مثلا يقول القائل هل عندكم عباد معاكم سورتو نساء تعرف حكايه القديد وحكايه اكيد انا معايا مثلا اذا كان باش نذكر المرقاز معايا نوري هذايا اللي معايا يعطي الصحه معناتها فريمون اللي واقف لي فريمون على المرقاز معناتها بنواعه والعصبان رحم على والدين امي وربح لي معايا معناتها ربي فضل هالي فوالا هذوما من البرودوي اي جو كونت معناتها جانسيست معناتها سور لو فات على فريشور نتاع لي برودوي دونك اي سورتو فما برشا حاجات نخدمهم سور كوموند كيما معناتها فوالا كيما لي برودوي ا باز دو فيون داشي راني نعاودها ديما ما نخدمش فوالا جوستومون سي اون سورس دو ميكروب معناتها ديما ماذا بيا نخدم معناتها لا فيون داشي جو لا بريبار معناتها ناخذ لا كوموند une demi-heure avant معناتها je prépare معناتها mes plats où يتفضلوا يجيو يهزوا كيما العصبان زاد كيف كيف نخدموا كان سور كوموند مرقز بالفيكه كان بالكوماند فوالا صفصوف لهنا اللي يقول ماطر يقول الحم الفريشك والبنين تاع كي قالت لي فاطمه راه عندنا انفيتي قلت لها بالحق ماطر معروفه ياسر بالحم الفريشك والبنين صحيح لهنا ساعه سي تانا تو انت ولد الصحه ولد السونتي لهنا باش يعاونك برشا باش تحفظ البرودوي نتاعك باش تسهر وتحرص على النظافه نتاعو على قواعد حفظ الصحه سورتو الناس اللي ديما عندنا مشكله مع المرقيز عندنا مشكله مع القضيه طريقه تشيحه طريقه صحيح. الحفظ نتاعو لهنا كيفاش تعملوا انتوما؟ بالنسبه للمرقاز كيما حكيت لك معناتها نخدم ا كونتيتي معناتها فهمتني المرقاز اللي هو بالفيكه ما نخدموش معناتها مش هو موجود نلم لي كوموند نتاعي نتاع ان ديزاين اون فانتان دو بيرسون فهمتني يتخدم في نهارتها وديما معناتها جو كونفوك لي بيرسون باش يجيو يهزوا مع اون تيلور معناتها بريسيز كيف كيف معناتها اذا كان باش نبقاو في التيم نتاع كيف كيف لي فيون داشي كو سوسوا بروشيت لي ستيك هاشي اللي هما معروفين اكثر باللحم تاع الهمبرغر فهمتني عندي بليزيور سورت فيهم que ce soit nature ولا معناتها épicé يكونوا معناتها بال حارين ولا فوالا معناتها بالبصل ومعدنوس ولا فما معناتها هذيك سي اون توش بيرسونيل اون توش دو شيف كيما نجمو نقولوا معناتها اللي كونهم بلي فروي سيك فهمت هذوك كل شيء كل شيء عندي غادي تخدم في الحانوت ما عنديش معناتها فرع اخر غادي كل شيء كل شيء كل شيء سور كوموند كل شيء حتى لي روتيك سور كوموند الحم في القله سور كوموند فهمتني سي با دي برودوي معناتها كون تروفرا بالنسبه لي انا موجودين ا بروفيزيون معناتها لا نحب ديما حاجه تكون مدفونه وفرشكه فوالا هذه الحاجه اللي تميز معناها السي مهدي توا اللي يسمعوا فينا يقول لك عندي مثلا فرحه قريب مثلا ما تعرف نقولوا احنا بالقله ولا حارس عارف قاعده عائليه نعمل فهمت صحيح. اما زاد فما ناس اللي تعمل بال 100 و150 هل انتم توفروا حاجه بقدره ربي بقدره ربي عندي توا جي معناتها دي بروبوزيسيون تاع دي بلوتو دي كوموند سامحني معناتها بور دي مارياج ولا حتى دي بتي بوفي ان شاء الله معناتها في الصيف عندي حكايه نجم ناخذ تليفونك باش نقولوا للناس نشجعوا بيان سور دونك سي لو 97 031 314 وفي قداش هكاك تحضرهم الكوموند؟ سا ديبون هما معناتها الكونتيتي وهما وقتاش الدات اللي حاجتهم بها مثلا اذا كان انا تو نجبد لك باغ اكزومبل على العصبان العصبان ديما انا نذبح سوا مردي سوا اللي هو سامدي اذا كان ذبحت مردي معناتها جو برون لي كوموند ديما نحل نهارين لي كوموند مردي مركودي قلت ربي العصبان يبدا حاضر لهم سامدي ديمونش يتفضلوا يهزوا لي كوموند نتاعي. كسكسي مو ديما كنا نعمل كسكسي بالاحد والسبت. فوالا جوستومون فوالا صحيت جي فيزي سوغ سا. لي كوموند تويك على كام تراب الجمهوريه ولا حدك البلايص معينه مثلا حاليا معناتها توا انا جو ترافاي معناتها لا كوت اللي بحذايا معناتها اللي اقرب لي فهمتني سوا بنزاره تونس العاصمه لي زالونتور هذوكم. اون اتوندون معناتها نحب نعمل حاجه فريمون ليغال معناتها اللي باش نولي نفرق معناتها للفرانشيز صحيت.
ميرسي بوكو سي مهدي الجلجلي الكنفاوي، وهي نقولوا احنا القصاب الكنفاوي تلقاوها في ماتر، تطلبوا 97031314 باش تتبنوا الحم اللي احنا باش نتبنوه بعد شويه. دونك مشكوره سي مهدي، يعطيك الصحه على الخدمه نتاعك. بارك الله فيك، عايش محسي يعيشك. دونك نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع. قوتنا في هريستنا. وردة سرها المحبة.